الخلافات والتقاطعات تؤخر انتخاب رئيس الجمهورية وترجيح النيابي باتفاق الكرد على كرسي الفخامة في الأيام المقبلة. موقع أمريكي يكشف أن النفط وإسرائيل واتفاقات التطبيع محور قمة بايدن في المنطقة. حياكم الله مشاهدينا الأكارم وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. ويبدو أن تحركات الإطار التنسيقي الخاصة بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر والشروع بإجراءات تشكيل الحكومة المقبلة مستمرة لإنضاج حكومة توافقية، وكذلك هذا ما برهنته المواقف السياسية التي تصدر من الجبهة الداخلية في المشهد السياسي العراقي مع استمرار المفاوضات والحوارات المستمرة بين قادة الإطار التنسيقي وبقية الكتل السياسية ومن جميع الأطراف سيما الكردية والسنية التي قالت كلمتها بصريح العبارة بأن الإطار هو الأقرب إليها في خارطة بناء التحالفات الجديدة. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، انتقد عدد من السياسيين قمة الرياض المزمع عقدها بمشاركة الرئيس الأمريكي بايدن وبحضور عدد من الدول العربية من بينها العراق، مؤكدين أنه محاولة لإشعال الفوضى في الشرق الأوسط فيما وصفوها بقمة العار. وأجمعت الآراء السياسية إلى أن أجندة أمريكا في الشرق الأوسط هي خلق الفوضى التي تخدم مصالحها العالية وضمان أمن تل أبيب. إذن مشاهدينا في حصادنا لهذه الليلة نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا الأكارم ونرجو أن تبقوا معنا. بداية مشاهدينا، رجح عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي وصول الأحزاب الكردية المعنية باختيار رئيس الجمهورية إلى اختيار مرشح تسوية لمنصب الرئاسة، فيما أكد أن الإطار وفي حالة استمرار الخلافات بين اليكتي والبارتي سيدعم مرشح الاتحاد الوطني نتيجة للتفاهمات العميقة بين الطرفين. تقرير نهى الشمري. بينما تمر عجلة التوافقات السياسية داخل البيت الشيعي في طريقها نحو تشكيل الحكومة، تصطدم بحجر خلافات الإقليم الكردستاني التي ما زالت حاضرة بين الحزبين الكرديين. فالعلاقات الكردية ما زالت رخوة إلى هذه اللحظة، بينما الضرورة تدق ناقوس الاقتراب من الحسم بإنهاء ملف تشكيل الحكومة. الأحزاب الكردية التي لا زالت تراوح في مكانها من خلال عدم اختيارها لشخصية توافقية لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا سيجعل من عملية اختيار رئيس الجمهورية أيضا صعبة إذا لم يكن هناك توافق واتفاق ما بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي على شخصية. فيما يطرح قراء المشهد السياسي تصريحاتهم بترجيح إعادة مشهد عام 2018 لتكون قبة البرلمان هي الفيصل لفك عقدة النزاعات حول منصب رئاسة الجمهورية، إذ يكون صاحب الحظوة الكبرى هو من يحصل على أعلى ترشيحا. فعلى ما يبدو أن التوجهات الكردية تسير بهذا الخط الذي لا يقبل تفسيرا آخر. إذا لم تحسم داخل البيت الكردي فأعتقد سوف يكون الاتفاق بأن كل أو الطرفين يذهب كلهم بمرشحه بعد اكتمال النصاب، وبعد ذلك يكون هنالك التصويت ومن يحصل على أغلب الأصوات يكون رئيس للجمهورية، وأن لا يطول الوقت أكثر من ذلك من أجل الإسراع في تشكيل حكومة، وكذلك أن تكون الحكومة القادمة هي حكومة استحقاقات، حكومة تأخذ على عاتقها معالجة كل الملفات. إذن الصراعات الحالية على مسرح البيت الكردي تدفع ثمن تأخير بناء هيكل الحكومة المرتقبة، خصوصا بعد الانتهاء من مرحلة التفاهمات التي لم تكن ذات جدوى بالتقدم ولو خطوة إلى الأمام، إذ لا بد أن يعي الحزبان أن هذا الإصرار يعمق الخلافات ويؤسس قاعدة النزاعات المستقبلية
في الحكومة الجديدة أيضا. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الأول من الحصاد نرحب بضيوفنا الكرام رئيس مركز الغد الزاهر للدراسات الاستراتيجية دكتور علي محي الدين. أهلا بكم دكتور علي، وكذلك الترحيب بالكاتب والصحفي الأستاذ محمد الساعدي. أهلا بك أستاذ محمد، وأيضا انضمنا مباشرة عبر سكايب رئيس مركز الفكر للحوار الشيخ مجيد العقابي. أهلا بكم سماحة الشيخ. أبدأ معكم دكتور علي وأهلا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا ومرحبا بك، وكل عام وانت بخير وانتم بخير ان شاء الله. قناة الايام بخير، حياكم الله، والساده الضيوف بخير وعز. اهلا بك دكتور. بدايه، الى اي درجه يبدو الاطار واثق من نفسه على امكانيته لتشكيل الحكومه وفق التعقيدات الاخيره؟ اعتقد الظروف السياسيه الان انفرجت خلال هذا اليوم وتغيرت الصوره، ولا بد من الهروب الى موقف تشكيل الحكومه سريعا، لأن كل قادم الأيام يتطلب عجلة وأمرا سريعا في تشكيل الحكومة القادمة والإعلان عن رئيس الوزراء لإداء دوره، وهذا يبدو في الموقف السياسي الداخلي الآن مرتاح الموقف الداخلي للموقف الحكيم لسماحة السيد الصدر في هذا اليوم، وهذا أنهى كل الاضطراب السياسي اجتماعي والذي كان يخطط له أن تكون أزمة سياسية داخلية واحتراب داخلي شيعي. موقف سماحة السيد الصدر الآن وحكمته أسقطت كل هذه المحاولات وأنهتها، وعلى الإطار التنسيقي بكامل القوى أن يذهب إلى تشكيل حكومة فعالة قادرة على إداء المهمات المطلوبة منها. طيب. والولوج الى الخدمات. طيب. بسرعة. لكن دكتور، على شنو استندت بانه توجد انفراج اليوم خصوصا بعد الصلاة الموحدة؟ بعد الصلاة الموحدة كل ما قاله السيد الصرف في كلامه هو قابل للنقاش، ولكن ممنوع حدوث أزمة داخلية وممنوع اقتتال داخلي. هذا هو أنهاه وأوقفه وأسقط هذا المشروع نهائيا، إن كان متطلبا من بعض الأشخاص داخليا أو كانت محاولات تجري لإثارته خارجيا. هذا الموضوع انتهى، وعلينا أن نذهب إلى تشكيل حكومة خدمات فعالة ورئيس وزراء قادر على إداء. نرجع للبرنامج، لكن قضية رئيس الوزراء أنتقل لك أستاذ محمد. أكو خلاف على قضية من يستلم رئاسة الحكومة القادمة، وهل يعني تم طرح أسماء لمرشحين داخل الإطار، الأسماء التي سروا بها، ما مدى حقيقة هذه الأسماء لشغل المنصب؟ هل توجد أسماء محددة يجري الحديث بشأنها؟ ويمكن اليوم في خطبة السيد الصدر ذكر في إحدى النقاط موضوعة شخصية رئيس الوزراء، يعني أكو تحفظات على بعض الأسماء يمكن؟ طبعا السلام عليكم أستاذ بشار، كل عام وأنت بخير والشعب العراقي بألف خير. تحية لك ولضيفيك الدكتور علي والشيخ عبد المجيد أو الشيخ مجيد العقابي عفوا، ولمشاهديكم الأكارم ولكادر قناة الأيام المحترم. طبعا بدءا
ما خرج اليوم من الخطبة هو مجموعة من النقاط لأنصار التيار الصدري ولبعض القوى السياسية الأخرى التي كانت تنتظر هذه الصلاة وهذه الخطبة. كانت هناك عدة مراهنات على أن ما سيخرج منها سيؤدي إلى اشتعال الشارع العراقي، إلى إعادة المشاكل في الشارع العراقي. لم تكن هناك نقاط محددة باتجاه شخصية رئيس الحكومة المقبل، ولكن الجميع متفق الآن، جميع القوى السياسية سواء الإطار التيار باقي القوى السياسية متفقة على أن تكون شخصية رئيس الوزراء القادم شخصية غير جدلية، شخصية تكون قيادية، شخصية قوية تمتلك القدرة على أن تجعل القانون هو الحاكم وهو الفيصل في الدولة العراقية. كذلك يجب أن يكون أو أن يمتلك هذا الشخص المكلف بإدارة الدولة العراقية أو بإدارة الحكومة العراقية ورئاسة الحكومة العراقية وكابينتها، يجب أن يكون غير جدلي، يجب أن يكون ونقطة مهمة بعيد عن ملف محمد، يجب أن يكون غير مستفز للأطراف الباقية. الأسماء المطروحة ألا توجد بها نوع من الاستفزاز لبعض الأطراف السياسية؟ أستاذ بشار، قضية أنه غير مستفز للقوى السياسية الباقية بالمناسبة، يعني هو لا تعتقد أن هناك شخصية سياسية تكون مقبولة من جميع الأطراف؟ هذا ضرب من الخيال، لأننا بشر وبالتالي هناك مشاعر من قوى سياسية تجاه شخصية سياسية قد تكون جيدة، وهناك مشاعر من قوى أخرى قد تكون سيئة. وبالتالي لا يمكن لنا أن نجد شخصية سياسية تتفق عليها جميع الأطراف. هي أنبياء لم يتفق عليها البشر. هل تعتقد بأنه من الممكن أن نجعل القوى السياسية التي تختلف بأمزجتها بأيديولوجياتها بأفكارها بمنافعها بمصالحها أن تتفق على شخصية واحدة تستطيع أن تقود الدولة العراقية؟ إذا نحن أمام مفترق طرق. لا يمكن لك أن تجد شخصية تقبل بها جميع الأطراف، ولكن تجد شخصية تتفق عليها جميع الأطراف بأنها قادرة على عبور العراق خلال هذه المرحلة والابتعاد عن الإخفاقات وعن المشاكل وعن المصائب التي حلت بالشعب العراقي منذ استلام الكاظمي إلى اليوم. يعني هذه الحكومة الانتقالية التي أدارها السيد الكاظمي خلال هذه الفترة أوجدت جملة من المشاكل لا يمكن حلها بسهولة، قد نحتاج إلى سنوات قادمة حتى نستطيع أن نتجاوز الأزمات التي أوجدت هذه الحكومة، وبالتالي نبحث عن شخصية قيادية حقيقية تمتلك كاريزما القائد الحقيقي تستطيع أن تقود باقي القوى السياسية والكابينة الحكومية، ويجب أن تحصل على الدعم من القوى السياسية. اليوم الإطار مكلف بأن يجد هذه الشخصية التي بإمكانها أن تدير العملية السياسية أو تدير الكابينة الحكومية، ويجب أن تتمتع هذه الشخصية بالمواصفات التي جميعنا نؤمن بها أنها تكون قادرة على تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، وأن تحافظ على العراق ومصالحه الداخلية والخارجية، وأن تستطيع أن تقوم هذه الشخصية على بلورة العلاقات العراقية الخارجية وجعلها في خدمة الداخل العراقي وإنهاء الملفات الكثيرة الموجودة الآن في الشارع العراقي، ملفات ارتفاع الدولار، البطاقة التموينية، قضية العلاقات العراقية مع محيطه الإقليمي ومحيطه العربي، قضية ملف المياه إلى آخره، قضية العلاقة بين بغداد وأربيل. هذه كلها القضايا تحتاج إلى شخصية حقيقية قادرة على أن تدير هذه الملفات، ولكن هذه الشخصية إن لم تلقى الدعم من القوى السياسية داخل البرلمان أو القوى السياسية خارج البرلمان لا تستطيع أن تستمر أو أن تعمل. لكن يعني بالاستناد إلى حديثك لا يمكن يعني أن تحصل هكذا شخصية على دعم من كل الأطراف، بالتأكيد تكون هناك خلافات حول بعض الأسماء المطروحة. وأعود إليك والبرنامج الحكومي دكتور علي، انتهى الإطار، هل انتهى الإطار من إعداد برنامج حكومي للحكومة أو رئيس الحكومة؟ يعني شنو هي أبرز النقاط اللي راح يستند عليها البرنامج الحكومي لحل كل التحديات اللي ذكرها أستاذ محمد؟ نعم، هذا البرنامج الحكومي يجب أن يأخذ الواجبات المهمة والأساسية قبل الغير أساسية. أن تحل مشكلة الأزمة الاقتصادية، أن تحل مشكلة الدولار، أن تحل مشكلة التموين بالنسبة للعوائل العراقية، ويمكن أن يقدم هذا على مدى 6 أشهر قادمة بحيث تحصل العائلة العراقية على تموين كافي إلى مدة 6 أشهر يضمن لها العيش الكريم. العمل على تفعيل الجانب الزراعي والصناعي والولوج إلى الاتفاقية الصينية العراقية لحل مشكلة البطالة والمشاكل في البنى التحتية جميعا، هذا هو طريق واحد يجب أن تسلكه لتحقق المسارات المطلوبة، ويجب أن يكون العمل
على جميع المسارات وليس طيب مسار طيب واحد. لا يمكن أن لأي حكومة مهما كانت قوية لا يمكن لها النجاح بحل كل هذه التحديات. نعم نعم. إذا لم يكن هناك دعم من بقية الأطراف السياسية. هناك دعم سياسي من قوى الإطار ومن قوى خارج الإطار، ولكن يجب أن تكون هناك مجسات وزوايا معينة، كل مسؤول عن جهة معينة. هذا في البنى التحتية، هذا في الاقتصاد، هذا في المشروع المالي. هذه المكونات الأساسية التي تستطيع أن ترسم معالم الحل لهذه المشاكل. لا. تستطيع طيب. أن تنفذ هذه العملية مرة واحدة. وأنا أؤكد في هذا الظرف الاقتصادي الجيد أن الذهاب إلى طريق الحرير والاتفاقية الاستراتيجية في هذا الظرف الذي يمكن أن يستفاد منه العراق سياسيا ودوليا في تحقيق الحلم العراقي في إعادة بناء العراق كاملا، النفط مقابل الإعمار كاملا للبنية العراقية، وهذا ما نستطيع أن نحققه خلال الأربع سنوات أو الخمس سنوات القادمة لو اجتهدت الحكومة وكانت كفوءة بالأمر المطلوب. لو اجتهدت الحكومة وكذلك دعم بقية الأطراف نعم السياسية نعم وأغلب نعم الكتل البرلمانية. هذا شرط أساسي. الإطار ضامن قضية أنه دعم من بقية الأطراف السياسية، على شنو مستند بهذا الدعم؟ الموقف السياسي الذي تمخض اليوم سوف يوحي بأن هناك يجب أن يكون دعم سياسي للحكومة القادمة ما دام الوضع سوف يكون مستقرا وهادئا في عمل الحكومة القادمة. إذا ما أقدمت على فعل عظيم وجبار يستطيع أن يقدم الخدمات الفاعلة إلى المجتمع العراقي ويبني عراقا جديدا ويؤمن الحياة الرغيدة لمواطني العراق ويحل مشاكل البطالة، فإنه سوف يتقدم تقدما سريعا في هذا المجال لتحقيق الهدوء والرقي الاقتصادي. أيضا ينضم لنا مرة أخرى الرحب بالشيخ مجيد العقابي رئيس مركز الفكر للحوار، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بك شيخ مجيد. وخطبة السيد الصدر اليوم في الصلاة الموحدة هل تعتبر مباركة لقوى الإطار وتشكيلها للحكومة في حال تم تشكيل الحكومة بالاستناد على النقاط التي ذكرها سماحة السيد الصدر في خطبته اليوم؟ تحية طيبة للمشاهدين والمشاهدين. في الحقيقة أن ما أفهمه من النقاط التي هي ليست وريدة من لحظة الحكومة، إنما تكررت، بل أصلا المفاوضات حتى فهمي وما أفهمه من بعض السنين هو قائم على هذه النقاط التي ذكر جزء. بالتالي أنه هذا المجال الحكومة وقيام المجموعة المسلمة أو المنضوي عنوان الإطار، أعتقد هذه تكفي عالية لأنه الانسداد الصوت ليس فقط انسداد بل كواكب، يعني أنا الصوت يمكن أن يتماد أكثر مع درجة الصوت. الصوت يتقطع سماحة الشيخ غير واضح. بل في مشكلة، يعني في مشكلة. اسمعني أسمعك يا سماحة الشيخ، يمكن ده يتقطع لكن تفضل أكمل. إذا تقطص بل عموما يعني ما أقدر يعني صوت ما نعتذر منك سماحة الشيخ، أعود لك بعد قليل بعد أن يتم تأمين الاتصال وأنتقل لكم مرة أخرى أستاذ محمد. برأيك كيف سيتمكن الإطار أستاذ محمد من المضي بتشكيل الحكومة من دون قطبين مهمين في العملية السياسية، التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان وكتلته وكذلك كتلة بدر برئاسة السيد العامري، يعني وأيضا يمكن السيد الحكيم أيضا عندما قعد أيضا أعلن عدم مشاركته بالحكومة؟ يعني هي عدم المشاركة بالحكومة لا تعني التنصل من المسؤولية. الإطار التنسيقي يمتلك من الشخصيات الكثير، يمتلك من الكفاءات العلمية أيضا الكثير، وبالتالي لا أعتقد أنه بالضرورة أن يكون الجميع مشترك في الحكومة، وإن انسحاب الأخوة في بدر أو الأخوة في تيار الحكمة وغيرهم وحتى انسحاب التيار الصدري من البرلمان ومن العملية السياسية برمتها، يعني هو الانسحاب من البرلمان أي بمعنى الانسحاب من كامل العملية السياسية ومراقبتها خارجيا،
وبالتالي الآن لديك مراقبين، يعني نوعين من المراقبة، مراقبة داخلية من البرلمان والتي تتمثل بجزء من الإطار وباقي القوى السياسية، ولديك مراقبة خارجية والتي تتمثل بالإخوة في التيار الصدري. وهنا على الإطار يعني تقع المسؤولية الكبيرة، وأعتقد بأن في الإطار رجالات بإمكانهم المضي قدما بتشكيل حكومة إذا ما التفتوا إلى القضية من الناحية العلمية التي تمكنهم من إيجاد الشخصيات المناسبة ووضعها في الأماكن المناسبة للعبور بكابينة الحكومة القادمة خلال الأربع سنوات القادمة، وإلا فإن الأمر سيكون خارج حدود السيطرة. لكن أثر المقاطعة أستاذ محمد، لكن نضمن دعم الأطراف السياسية التي لم تشارك بهذه الحكومة؟ نعم، يمكن ضمان دعم الأطراف السياسية التي لم تشارك في الحكومة، يمكن أن تدعمها لإنجاحها؟ بدون أدنى شك، يعني هي الآن هذه الحكومة شكلت من جميع الأطراف أو شكلت من طرف واحد، هي مطلوب من بقية القوى السياسية دعمها إذا كانت تؤمن هذه القوى السياسية بأن هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة، the last chance. يعني الآن القوى السياسية ترى بأن هذه هي آخر فرصة لها في عمر الحكومة أو في عمر النظام السياسي الجديد، فيجب أن تحافظ عليه، فيجب عليها أن توفر الدعم الكافي للحكومة القادمة، يجب أن تدعم شخصية رئيس الحكومة القادم وكابينته الوزارية، يجب أن تدعم المشاريع الخدمية التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة إذا ما كانت راغبة بأن تستمر أو أن يستمر هذا النظام الديمقراطي الذي وجد في العراق بعد حقبة طويلة وعقود طويلة من الدكتاتورية والقتل والقمع. فهم بالتالي غير راغبين اليوم بالتضحية بكل ما قدموه أو بكل ما حصلوا عليه خلال الفترة الماضية. الآن أمامهم مسؤولية كبيرة، هي إما أن يكونوا جزء من الحكومة أو أن يكونوا داعمين لها داخل قبة البرلمان، لأنك ستجد الكثير من العصر التي من الممكن أن تدخل في عجلة التقدم للحكومة المقبلة. وبالتالي هنا يجب أن يكون هؤلاء مراقبون، ولكن مراقب حقيقي، لا مراقب من أجل إسقاط الحكومة أو إسقاط فرض واجب، لا، بل يجب أن يكون مراقب داعم للعملية السياسية، مراقب داعم لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لأن هذه الحكومة القادمة سوف تكون مختلفة عن كل الحكومات الماضية. هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة خدمات قادرة على توفير ما لم تستطع أن توفره جميع الحكومات السابقة، فاليوم يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة جدا، لكن بوجود الوفرة المالية ووجود الميزانيات التي ننتظرها خلال المرحلة المقبلة، وخصوصا أن العراق مقبل على زيادة إنتاج الطاقة، ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، كل هذه الأمور ستوفر للحكومة القادمة وفرة مالية قادرة على توفير فرص العمل، قادرة على إعادة صرف سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، وقادرة على إيجاد بطاقة تموينية تضمن للمواطن الفقير، للعوائل المتعففة، العيش بكرامة وبحرية، قادرة على أن توفر العديد من القضايا، إيجاد مصانع، إنشاء مصانع القضاء على البطالة، إعادة تفعيل وزارة الصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى من أجل زج الشباب والخريجين. يعني اليوم لدينا في العراق أكثر من 1,000,000 خريج، هؤلاء جميعهم يبحثون عن فرص عمل، وبالتالي لكن قبل كل هذا الحديث، هناك عقدة لم تحل حتى الآن، وهي قضية دكتور علي، قضية رئاسة الجمهورية، هذه العقدة والخلاف الكردي. بالمقابل، ما حجم دور الذي سيلعبه الإطار التنسيقي بالتأثير على الحزبين الكرديين لحل هذه المسألة؟ الحقيقة الواقع أن هناك الحوارات مع الأخوة الأكراد على الجانبين، في أما أن يتوافقوا على ذهابهم باختيار شخصية واحدة تكون ممثلة لهم، أو أن يذهبون بشخصيتين ويدخل في البرلمان وتجرى الانتخابات، والذي يفوز يتوافق عليه الكل، هذا هو الحل المفروض، أو أن يأتوا بشخصية مستقلة يتوافق عليها الأخوة الأكراد فيما بينهم ويرشحونه إذا كان هناك خلافا بين الحزبين. هذه هي الوسائل المتبعة التي يمكن أن نلج إليها لاختيار رئيس الجمهورية والتوافق والذهاب على تقديم رئيس الوزراء وتشكيله الوزارة. هذا هو المفهوم الذي حصل بين القوى الكردية والإطار التنسيقي في هذا الاتجاه. هل سيكمل هذا الاتجاه؟ لابد أن من يكمل هذا الاتجاه طريقه للوصول إلى الحل، أما أن يتفقوا على شخصية واحدة أو أن يختاروا شخصيتين ومن يفوز منهما يتوافق عليه، أو أن يتفقوا على شخصية مستقلة
يكون الحزبان متوافق. شكرا لك دكتور، ارجو ان تبقى معنا، وشكرا جزيلا لكم الكاتب والاعلامي الاستاذ محمد الساعدي، شرفتنا بالصوت والصوره من بغداد. شكرا لك استاذ محمد، وشديد الاسف والاعتذار منكم رئيس مركز الفكر للحوار الشيخ مجيد العقابي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب ولم يتم تأمين الاتصال بشكل جيد، نعتذر لكم سماحة الشيخ. إذا المشاهدين ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. موقع أمريكي يكشف أن النفط وإسرائيل واتفاقات التطبيع محور قمة بايدن في المنطقة. إذن مشاهدينا، أكد تقرير لموقع أتلانتيك كونسل الأمريكي أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط والقمة التي سيعقدها مع دول الخليج ودول العراق ومصر والأردن سيكون محورها النفط وتعزيز اتفاقيات التطبيع ودمج الكيان الصهيوني في المنطقة. وذكر التقرير أن قرار الرئيس الأمريكي السابق فيما يخص التطبيع عام 2020 وقراره التالي بدمج الكيان الصهيوني ضمن مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في الخليج قد أجبر كل العواصم العربية على إعادة تقييم علاقاتها بالكيان الصهيوني. فلنتابع. تؤكد المصادر الإعلامية أن الأهم في زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة والمقصود بذلك المملكة العربية السعودية، حيث سيلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى قادة كل من مصر والأردن والعراق وليس إسرائيل. الزيارة هي الحدث في حد ذاتها أكثر من أي مواضيع أو ملفات تتعلق بالمنطقة، إذ يأتي بايدن من أجل أن يستعيد السعودية بعدما شعرت الولايات المتحدة بأن المملكة ابتعدت عنها وأصبحت خارج الفلك الأمريكي نتيجة تفاهمها مع روسيا من جهة، ولأن اتفاق 1945 الذي كان يقضي بعناوينه الكبيرة بمقايضة البترول والبترودولار في مقابل الحماية والأمن قد سقط لعدم التزامه من الولايات المتحدة. من هنا فالهاجس الأمني عامل مهم وحاسم في أي علاقة تقيمها دول الخليج العربي بالدول الكبرى، أما الباقي فهي مجرد تفاصيل وعطاءات تتلائم مع حجم تطور هذه العلاقة الأمنية العسكرية. من هنا فالصين حتى الآن لا تلبي الحاجة الخليجية، فهي تاجر يبحث عن زبون وليست في وارد البحث عن حلفاء، فهي تبيع السلاح لكل دول المنطقة من دون مراعاة للعداوات القائمة بين تلك الدول. ودول الخليج تشعر بالانكشاف الاستراتيجي الذي يحتاج إلى مظلة دولية كبيرة لملئه، وهذا غير متوفر حاليا سوى في الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الضامن لها في المنطقة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ومرة ثانية نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو رئيس مركز الغد الزاهر للدراسات الدكتور علي محي الدين. أهلا بكم مرة أخرى، وكذلك الترحيب بسفير العراق السابق في بروكسل الدكتور جواد الهنداوي. أهلا بكم دكتور جواد، وأبدأ معكم سيد جواد، أيهما أهم للولايات المتحدة في هذه القمة، أمن إسرائيل والكيان الصهيوني لملفات النفط والاقتصاد؟ نعم دكتور، إذا كنت تسمعني. ألو، إذا تسمعني دكتور، سألتك أيهما أهم بالنسبة لهذه القمة لأمريكا وجو بايدن، أمن إسرائيل والكيان الصهيوني لملفات النفط والاقتصاد؟
يبدو أن الصوت غير مؤمن مع دكتور جواد، وأنتقل لكم دكتور علي بذات السؤال. هذه القمة معقودة من أجل ماذا بالأساس؟ أمن الكيان الصهيوني، لو فعلا ملفات الاقتصاد والنفط باعتبار النفط هو تصدير ماشي إلى الولايات المتحدة وإلى العالم؟ لا لا، الأزمة النفسي الآن، الأزمة الحادة في أوروبا، نعم، هو ارتفاع أسعار الوقود وشحة الوقود، وهذا الهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في توفير مصادر الوقود، الطاقة، الغاز والنفط. هذا هو العنصر الأساسي الذي تعمل عليه الولايات المتحدة الآن في هذا الجانب. أما أمن إسرائيل فهو موجود، والعلاقات العربية الإسرائيلية موجودة، إن كانت تحت الطاولة وأصبحت الآن فوق الطاولة، لا جديدة في هذا. ولكن الموقف في الصراع الاستراتيجي الروسي الأمريكي مع الناتو هو العامل الحاسم في مستقبل الأيام، وهو الذي سوف يفرز حركة جديدة في المدلول السياسي الدولي لظهور القوة الجديدة التي تواجه الولايات المتحدة. هذا المحور سوف يتكون من الصين وروسيا الاتحادية وإيران ودول البريكس وكثيرا من منطقة الشرق الأوسط. هو ما يمثله فعل محور المقاومة وقيادة محور المقاومة بقيادة سماحة السيد حسن نصر الله. هذا هو ما سيغير في الاستراتيجية السياسية في المنطقة مع قادم الأيام. ولهذا كل الآمال التي تبحث عنها الولايات المتحدة الآن هو في توفير الطاقة، ثانياً دمج إسرائيل مع العالم العربي ويصبح كياناً طبيعياً. بعد هذه القمة وهذه زيارة جو بايدن، يعني وأولى المستجدات هي فتح المجال الجوي السعودي أمام الطيران الصهيوني، هذا ما يعتبر مستجد بخصوص قضية التطبيع سيد العزيز استمرار يعني التطبيع وتجلياته إلى درجة أنه وصلت فتح المجال الجوي؟ الحقائق التاريخية كان هذا موجودا ومعمى عليه، أما الآن أصبح بالعلن ولن يغير من الحقائق شيئا كثيرا. هذه الدول المرتبطة بالطابع الأمريكي وبالكيان الأمريكي هي مرتبطة يعني إيديولوجيا وسياسيا في هذا الجانب. هذا ليس هناك جديد في هذه المستجدات. أما الجديد في المستجدات هي هذه الحرب التي تحصل بين الولايات المتحدة والناتو وروسيا، ثمنها أوكرانيا. هذا سوف يظهر معادلة سياسية جديدة ثابتة في المنطقة تستطيع أن تمنع الولايات المتحدة من عودة السيطرة المطلقة والحاكمة في العالم كما كان في التسعينات. ولهذا هذا هو التغير الكبير. التغير في منطقة الشرق الأوسط هو ما تحدث به ما تحدث به سماحة السيد حسن نصر الله في الأيام السابقة، وهو كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش. هذا سوف يرسم مسارا سياسيا استراتيجيا في المنطقة. أتوقع أن يكون القرار المستقبلي في هذه المنطقة لمحور المقاومة والقوى الصاعدة السياسية. هذا سيفتح جانب آخر من الحوار، هو إيجاد تحالف أو حلف أمني لحماية الكيان. لكن قبل هذا المحور، هناك كما ذكرت دكتور علي، العالم يعيش فوضى اقتصادية سياسية أمنية أيضا. ممكن أن تجر أمريكا بإرادة أو تجر المنطقة العربية والخليج والجزيرة إلى هذه الفوضى بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية؟ من الطبيعي أن تتمنى أن يقاتل العرب دفاعا عن إسرائيل، ولكن يستطيع العرب أن يقولوا لأمريكا: هل أنتم تستطيعون أن تقاتلوا إيران؟ هل ممكن أمريكا أن تضرب إيران؟ فلماذا تذهبون إلى الاتفاق النووي والحوار النووي؟ أم تريدون أن نقاتل عنكم وعن إسرائيل؟ إيران هذا عدو أنتم تفترضونه علينا، ونحن لا نجد في ذلك أمرا حقيقيا. ثانيا،
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق؟ أن تهاجم إيران؟ هل هي قادرة على الهجوم على إيران؟ هل هي قادرة على احتلال إيران؟ هل هي قادرة على تدمير إيران؟ كله هذا أمر غير ممكن. هي أمام حزب الله والمقاومة الفلسطينية لم تستطع أن تصمت كثيرا، وطلبت تدخل الدول الكبرى لإيقاف سيف القدس. هذا يجب أن يدرك استراتيجيا. ثم القول الجديد لسماحة السيد حسن نصر الله، كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش، أنتم لن تستطيعوا إخراج النفط ولن تستطيعوا تصدير الغاز إذا لم يخرج لبنان نفطه ويستعيد حقوقه البحرية ويخرج غازه ويصدره. هذه المعادلة، ماذا ستكون وماذا سيكون القرار الإسرائيلي؟ هل إسرائيل مستعدة أن تذهب للصدام مع حزب الله؟ هل هي قادرة على فعل ذلك؟ وإذا حدث الصدام، إذا كان هناك حلف، يمكن تكون قادرة إذا كان هناك حلف من هذا العدد الكبير من الدول. لكن نرجع لهذه النقطة بعد أن نرحب مرة أخرى بدكتور جواد الهنداوي، سفير العراق السابق في بروكسل. أهلا بكم مرة أخرى دكتور جواد، نعتذر عن سوء الاتصال عبر سكايب. وإذا كنت تسمعني، أنا أود أن أسألك عن أجندة أمريكا في الشرق الأوسط. هل هناك جديد بهذه الأجندة؟ هل هناك تغير بمسار إرادة واشنطن بالمنطقة؟ هل هناك فعلا إرادة لخلق فوضى بالمنطقة تخدم مصالحها العليا؟ أم الهدف هو ضمان أمن الكيان الصهيوني؟ وما هو يعني سبب اهتمام واشنطن بالمنطقة بهذه الفترة؟ هل هناك متغير أم التطبيع سائر لا محال؟ شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى سؤالكم. في الحقيقة أنت تعرف المتغيرات الجغرافية السياسية والاستراتيجية التي تدور في العالم، وخاصة حرب أوكرانيا، وخاصة الموقف الروسي والتحسن العسكري الروسي في أوكرانيا والاقتصادي، وفشل المخطط الأمريكي الناتوي اتجاه الحرب في أوكرانيا. كل هذه عوامل تجعل من السياسة الأمريكية تستهدف منطقة الشرق الأوسط، وخاصة تعرف جيدا أن زيارة بايدن إلى المنطقة هي لهدفين أساسيين ومعروفة للجميع، وتم تناول الموضوع من قبل محللين كثر، وورد ذلك أيضا في خطاب السيد حسن نصر الله في الأمس. هدفين أساسيين، وهما، أنا لا أقول الحفاظ على أمن إسرائيل، وإنما ضمان أو السعي لضمان هيمنة إسرائيل في المنطقة. أنت تعرف منطقة الشرق الأوسط هنالك تنافس بين ثلاث قوى للهيمنة على المنطقة أو للنفوذ الأكبر في المنطقة، هي إيران وتركيا وإسرائيل. وتعرف أن أمريكا والمحور الغربي يسعى لضمان هيمنة إسرائيل واستبدال الشرط الأمريكي بالشرط الإسرائيلي في المنطقة. هذا الهدف الأول. والهدف الثاني هو من أجل زيادة طلب من السعودية زيادة إنتاج النفط لمواجهة النقص الشديد الحاصل، والذي سيتضخم أكثر في الأشهر القادمة أعتقد، واعتبارا مثل ما تتوقع الإحصائيات اعتبارا من شهر أيلول القادم. هذا هو الهدف الرئيسي لزيارة بايدن، إعادة ترميم العلاقات مع المملكة العربية السعودية. طيب. وإعادة وجعل المنطقة أو دول المنطقة وخاصة الدول الخليجية في علاقة وثيقة وفي طاعة للإرادة الأمريكية مثل ما كان سابقا. طيب دكتور، هذه هي الأهداف الأساسية لزيارة الرئيس بايدن في المنطقة. ولكن أهم من الزيارة صراحة، أنا بالنسبة لي أهم من الزيارة هو ما تزامن مع زيارة بايدن من أحداث أساسية يمكن ألخصها بثلاث أحداث. الحدث الأول هو خطاب السيد حسن نصر الله. نعم.
طيب نعم طيب دكتور، أعود لك بعد قليل دكتور. نرجع إلى دكتور علي إلى دور أو أهمية مشاركة العراق بهذه القمة. فعلا العراق كما أعلنت الحكومة أنه سيذهب لمناقشة ملف المياه وملفات اقتصاد وأزمة التغير المناخي؟ ليس هذا حقيقيا، ولم يطرح في المؤتمر النقاش لهذه المواضيع. ليس هناك دليل أنه ما حدث في النقاش مع الرئيس بايدن ومع الحاضرين من الملوك والرؤساء العرب أن يطرح هذا الموضوع. هذا كلام غير حقيقي. أما ما كان يستهدف فهو حضور العراق لسماع الرؤية الأمريكية ومحاولة العمل بها أو تنفيذها. ولكن هذه الحكومة سماع فقط، لو فعلا هناك ستكون محاولة للعمل وفقها قد يكون هناك إجراء يتخذ لإجبار الحكومة العراقية القادمة على الالتزام بها. قادمة الحالية؟ لا، القادمة. ولهذا أنا أعتقد أن كل ما يترتب على الاتفاق من هذه الحكومة مع أي جهة كانت وأي حكومة تصريف أعمال، والسيد الكاظمي ذاهب إلى مكان آخر ولم يعد رئيسا للوزراء بعد تشكيل الحكومة، فإن أي التزام لا يجب أن يترتب على الحكومة العراقية والقادمة ولا على العراق قادما، وإنما الحوار الذي يجب أن يدور مع الدول المجاورة لحل أزمة المياه، لحل أزمة المشاكل التجارية والاقتصادية والأمنية. هذا أمر يمكن أن يجرى بين هذه الدول ولا علاقة له بهذا المؤتمر، وليس من اختصاصه أو اهتماماته هذا المؤتمر. هذا الشيء أهم شيء في هذا المؤتمر هو الطاقة وأمن إسرائيل ودمج إسرائيل في المنطقة. طيب، ولكن أعتقد أنه هذا لن يحصل. العراق موقف يختلف عن بقية الدول المشاركة بهذه القمة باعتبار العراق عنده قانون تجريم التطبيع. نعم، عنده قانون تجريم التطبيع. هل يستطيع أن يلتزم بهذا الشيء؟ لا يستطيع أن يلتزم بهذا الشيء، وإنما هنا قد يكون ما تحت الطاولة، قد تكون اتفاقات سرية أو طلبات سرية قد تفرض على الحكومة العراقية، ولكن الحكومة القادمة التي ستشكل ليس لها أي التزام بهذا الموضوع. هذا يتحمله رئيس الوزراء الحالي في هذا الجانب. أعود لك مرة أخرى، عذرا دكتور علي، أهلا بك مرة أخرى دكتور جواد. تعتقد أن بعد هذه القمة أيديولوجيات المنطقة بشكل عام سوف تتغير تجاه الكيان الصهيوني؟ عفوا، لا أعتقد ذلك. هنالك حركة تطبيع بدأت ومستمرة حاليا بين بعض الدول الخليجية والمغرب العربي، المغرب، وبين إسرائيل. وأعتقد بدأت حاليا نوع من الانفتاح السعودي نحو إسرائيل بالسماح للطائرات الإسرائيلية بالمرور عبر الأجواء السعودية، ويمكن هذه الخطوة الأولى لتطبيع سعودي إسرائيلي. ولكن لا أعتقد هنالك سيكون أثر بليغ لمشاركة العراق في قمة جدة، في قمة جدة. بسبب أنه العراق شعبا وسياسيا وضميريا ليس في صدد العلاقة مع إسرائيل، سواء في تطبيع أو سواء أي علاقة من نوع آخر. ومثل ما ذكر ضيفك الكريم، هنالك قانون تجريم التطبيع، وحضور السيد الكاظمي، أعتقد حضور السيد الكاظمي هو أمر صراحة لا بد منه، ومشاركة أعتقد رمزية لا أكثر ولا أقل، لأنه من الصعب جدا، وحتى لو لم يكن الكاظمي رئيس الوزراء لكان شخص آخر، أعتقد من الصعب أن يرفض دعوة المملكة للحضور، لا سيما والعراق يقوم حاليا بوساطة بين المملكة وبين إيران، بين المملكة الأردنية وبين إيران. وأعتقد كذلك أيضا بأنه الدول الإقليمية وخاصة إيران سوف لن تنزعج من حضور
السيد الكاظمي إلى هذه القمة، لأن موقف العراق واضح صراحة، حشدا وشعبا هو ضد أي توجه نحو إسرائيل. طيب دكتور، حضور لكن حضور دكتور السيد الكاظمي أو مشاركة إذا تسمح لي دكتور في هذه القمة لن يرتب التزامات لا في الوقت الحاضر ولا مستقبلا على العراق. موقف العراق واضح، هو موقف العراق صريح اتجاه إسرائيل وواضح جدا، فلا أعتقد هنالك خطر أو ضرر من مشاركة العراق في هذه القمة. هذه من ناحية. طيب. من ناحية أخرى، مثل ما تعرف أنه تزامن مع زيارة بايدن خطاب سيد حسن نصر الله، وكان الخطاب مدروس بعناية من حيث التوقيت ومن حيث المضمون، فأراد السيد حسن نصر الله في خطابه أن يسمع الرئيس بايدن صوت المقاومة، أنه المنطقة ليس حكرا وحصرا لإسرائيل وللمطبعين وللإرادة الأمريكية، وإنما هنالك صوتا للمقاومة، هنالك حركة مقاومة ضد هذه الحركة التطبيعية، ضد هيمنة إسرائيل في المنطقة، ضد تطبيع إسرائيل مع المنطقة. وأيضا الحدث الآخر المهم هو الزيارة المرتقبة للرئيس بوتين إلى طهران في الأسبوع القادم، وكأن الزيارة والخطاب هما في تنسيق إرادي أو غير إرادي لا أعلم، ولكنه لروسيا أيضا رسالة من هذه الزيارة، من زيارة بوتين إلى إيران، بأنه طيب. هنالك دور ليس فقط لأمريكا. واضح دكتور جواد، شكرا لك دكتور جواد. دعونا أيضا مع مشاهدينا الكرام نطلع على نتائج الاستبيان، وهل تشهد زيارة بايدن الحالية إعلانا عن تطبيع السعودية مع الكيان الصهيوني؟ كانت الإجابات 85% نعم، 3% كلا، و 12% متحفظ. الشكر الجزيل لكم سفير العراق السابق في بروكسل الدكتور جواد الهنداوي، كنت ضيفا كريما علينا عبر سكايب، والشكر الجزيل لكم رئيس مركز الغد الزاهر للدراسات دكتور علي محي الدين، كنت ضيفا كريما، شكرا لك دكتور علي، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حلقتنا من الحصاد، شكرا لكم وللقاء.